بحث الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام خلال لقائه سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديوشكين عددا من القضايا التي تهم بلادنا وروسيا الصديقة في مختلف المجالات، وكذلك العلاقات الحزبية بين كل من المؤتمر الشعبي العام وحزب روسيا الموحدة وسبل تعزيزها. التقى الأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، ومعه الأخ عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام بسعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا السيد فلاديمير دودشكين. جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم بلادنا وروسيا الصديقة في مختلف المجالات، وكذلك العلاقات الحزبية بين كل من المؤتمر الشعبي العام وحزب روسيا الموحدة وسبل تعزيزها. كما جرى استعراض الدور الإيجابي والمتميز الذي تقوم به جمهورية روسيا إزاء الأزمة السياسية في بلادنا والعدوان الذي تتعرض له اليمن أرضا وإنسانا بصورة وحشية وظالمة من قبل نظام آل سعود والمتحالفون معه، والذي قتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب ودمر كل المقدرات الوطنية والمنازل والتجمعات السكانية ومشاريع البنية التحتية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومشاريع الكهرباء والمياه، ودمر المصانع وأحرق المزارع، وكذا تدمير المساجد والمعالم الأثرية والتاريخية والسياحية، مستخدما كل أنواع الأسلحة والصواريخ المحرمة دوليا منذ أكثر من 9 أشهر مضت. كما تطرق اللقاء إلى دور الوفد الوطني المفاوض في سويسرا والموقف الإيجابي المسؤول لسعادة السفير المجسد لموقف دولته الصديقة في الدفع نحو ما يحقق الهدف الوطني العام للمفاوضات. وقد أكد الأخ الزعيم علي عبد الله صالح مجددا الموقف المبدئي والثابت الرافض للعدوان والداعي للحوار الكفيل بحل كل قضايا الخلاف في أجواء سلمية ومناخات مهيئة تساعد على الوصول إلى اتفاقات وتوافقات تضمن حق المشاركة للجميع وبدون استثناء، وهو ما يتطلب أولا وقبل كل شيء إيقاف العدوان وإنهاء الحصار الشامل والكامل على اليمن بحرا وجوا وبرا، وإيقاف كل الممارسات اللا أخلاقية التي تستهدف امتهال اليمنيين وإذلالهم بهدف تركيعهم وإجبارهم على القبول بالوصايا والارتهان للخارج المرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أننا دعاة سلام ومحبة وتسامح ونحترم حق الجوار والإخاء والمصير المشترك، وفي نفس الوقت نرفض العنف والعدوان والحروب وكل أنواع الاقتتال التي فرضت على شعبنا وبلادنا بصورة تعسفية ولا إنسانية، مجددا الاستعداد للحوار الندي والمسؤول مع السعودية إذا أوقفت عدوانها على اليمن، وهو الحوار الذي يجب أن يضمن إيقاف التدخل في شؤون اليمن مهما كانت المبررات والكف عن إيذاء الشعب اليمني، ويضمن أيضا الحفاظ على سيادة اليمن واستقلالها ووحدتها. وثمن الأخ الزعيم المواقف المبدئية الصادقة لجمهورية روسيا الاتحادية بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين الحريص على سلامة اليمن كدولة صديقة تربطها علاقات حميمة ومتميزة مع روسيا منذ أكثر من 80 عاما، وهو الموقف الذي تجسد في رفض روسيا الاتحادية للعدوان على بلادنا ولمحاولة تمزيق اليمن والتآمر على الوحدة اليمنية التي يعمل البعض على الإضرار بها وتنفيذ المخططات الانفصالية التي بدأت تلوح مؤشراتها من خلال الممارسات على الواقع وتكريس واقع الانفصال والتجزئة وترسيخ ثقافة الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد بدعم وتمويل ودفع بعض الأطراف فيما يسمى بتحالف العدوان على اليمن. وأعرب الأخ الزعيم عن تطلعات اليمنيين كل اليمنيين في قيام روسيا الاتحادية بمضاعفة جهودها وبذل مساعيها لتبني قرار من مجلس الأمن الدولي ملزم لجميع الأطراف بإيقاف العدوان على اليمن وكل أنواع الاقتتال والدفع نحو ما يساعد اليمنيين للوصول إلى إجراء تسوية سياسية عادلة ومنصفة
تنهي معاناة الشعب اليمني وتحل مشاكله، مشيدا بالدور الفاعل لروسيا الاتحادية في مكافحة الإرهاب الذي يشكل أكبر خطر على الإنسانية، وبالذات الدور الذي تقوم به في الجمهورية العربية السورية في الحرب على الإرهاب الذي تمثله تنظيمات الدولة الإسلامية داعش وتنظيم القاعدة وأخواتها من التنظيمات الإرهابية التي تعاني أيضا منها اليمن وتعاني من توسع أنشطتها وتزايد أعداد الإرهابيين الذي تعمل بعض الدول على إنقاذهم من الحرب عليهم في سوريا وتقوم بنقلهم إلى اليمن ضمن خطة واستراتيجية تآمرية خبيثة تستهدف إقلاق الأمن في اليمن وزعزعة استقرار كل دول المنطقة التي يعتقد البعض أنها ستكون في منأى من تأثير الإرهاب على مجتمعاتها. من جانبه جدد سعادة السفير الروسي فلاديمير دودشكين موقف بلاده الداعم للحوار بين أطراف الأزمة اليمنية والحريص على سلامة اليمن ووحدتها وأمنها واستقرارها باعتبارها دولة محورية في المنطقة ومؤثرة في ضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين وبالتالي ضمان استقرار وأمن المنطقة التي تشكل أهمية خاصة للعالم. هذا وقد حمل الأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام سعادة السفير الروسي نقل تحياته وتحيات قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام إلى القيادة الروسية برئاسة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وإلى قيادات وهيئات وأعضاء حزب روسيا الموحدة وتمنياته للعلاقات الثنائية بين البلدين والحزبين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا الشعبين والحزبين الرائدين في اليمن وروسيا.